ترشحنا للانتخابات الرئاسية ليس عمل اعتباطي، بل هو موقف يتماشى تماماً مع المواقف الثابتة التي عبر عليها التحالف الوطني الجمهوري منذ بداية الأزمة. ترشحنا له عدة منطلقات، لعل أبرزها أننا أردنا من خلال المساهمة في الانتخابات القادمة أو في إنجاح العرس الانتخابي القادم، أردنا أن نساهم في تجسيد الإرادة والسيادة الشعبية، السيادة التي طالب بها الحراك السلمي والمتحضر، ويطالب بها كل جزائري أن يمارس سيادته وفق المادة 87 من الدستور. مشاركتنا في الانتخابات هي لتمكين الشعب من ممارسة هذه السيادة. منطلق ثاني لترشحنا ومساهمتنا في إنجاح الانتخابات القادمة هو وعينا الكبير بصعوبة المرحلة وحساسيتها ودقتها،